ما فيش اعلاميه بتتكلم مع الضيف كده، فين احترام الضيف حتى؟ انا لو شفتك لو في بيتك انا عرفتيه الشخصيه، انت لو في بيتك لوحدك انا ما كنتش هتكلم معاكي. بصي انا هنا ضيفتك والله العظيم، والله العظيم طلعني هوا بس عشان في كلمه عايزه اقولها لها على الهوا. هو انت بتطلعي الهوا بمزاجك؟ اه فتطلعها عشان تقولي اللي بقول لك ايه، انا دافعه دافعه ايه بس مزاجي ماشي. فانا قاعداكي كده بفلوسي. لا ما تقوليليش الكلمه دي، لا والله العظيم قولي بفلوسي. عايزه اقطع الاقرار والله العظيم ما تقدري تعمليه، والله والله العظيم ما تقدري تقومي من مكانك. طب اهو يلا. لا لا هو ايه بس، لا 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 هي دي مذيعه جيبوها. معلش لا 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 يعني ايه مذيعه جيبوها؟ يعني ايه مذيعه؟ اي مذيعه يعني ايه؟ هي إيه باسم، هي إيه باسم؟ ما انت ما خدتيش اصلا اعلام ب 2 جنيه حتى. اقفلي بس. لا 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 دي بتقول لي انت ما تقدريش تقومي. لا انا اقدر اقوم. هي فاكره نفسها مين؟ تعالي تعالي عشان بس في ناس. لا لا بجد فاكره نفسها مين دي؟ طب معلش طب عشان خاطري انا حد يكون لي كلمه عليها يوقفني. لا 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 ده اخرك تطلعي بره الاستوديو وتجري. هي اصلا ده اخرك ايه؟ تطلعي بره الاستوديو وتجري. ما تعالي كلميني كده يعني فيس تو فيس، تعالي اقعدي وكلميني. اثبت لك ان انا اقدر اقوم وامشي عادي، انت مش ماسكه علينا زله ولا انت اسلوبك ده اصلا اسلوب اعلاميه. خلاص يا مريم انت عارفه ان مفيش اعلاميه اصلا. عندي مشكله معاك، مفيش اعلاميه اصلا لوحدك. مفيش انا مشكلتي مع ده، مفيش اعلاميه بتتكلم مع الضيف كده، فين احترام الضيف حتى؟ انا لو شفتك لو في بيتك انا عرفتيه الشخصيه. انت لو في بيتك لوحدك انا ما كنتش هتكلم معاكي. بصي انا هنا ضيفتك. لا حلقه ايه؟ معلش بس حلقة انا عايز عايز اطلب لو في حاجه خلينا نخلص بره وبعد كده نتكلم. ليه انت بمناسبه دي اصلا بتتكلم؟ خلاص نمشيني مشيني. لكن ده انت بتتبلي عليه وجايبه له بنت بتقولي له دي بنتك؟ اتفضلي اقعدي. والمفروض ان انا هصدق؟ اتفضلي اقعدي. المفروض ان انا هصدق؟ ده انت هتشوفي ورقه هيخليكي تمشي معيطها دم من هنا. ماشي وريني دم. ورقه جبتها امتى؟ في 7 سنين اللي طولك دي. يرجعني هو مين ده اللي يرجعني؟ انت اللي ترجع. انت ايه مشكلتك؟ مش فاهمه ايه مشكلتك؟ مين اللي يرجعك؟ هو كنت اللي هو انت في حقد مثلا عايزه تشتغلي مذيعه ما عرفتيش ولا حاجه؟ انت ايه مشكلتك بجد؟ عمرها ما كانت امنيتي. احسن ما تنفعيش اصلا. مش مهم ما تنفعيش. مش مستنيه. يلا 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 سامعة اوكي يلا تمام يلا يلا صوتكم لو سمحت رجعني. ورجعنا لكم تاني مع باسم ومريم. اشوفكم في حلقه جديده يوم جديد ونورتوا. حلقه خلصت يلا باسم خلص. الحلقه خلصت كده خلاص. اي انت عايز ايه يا باسم دلوقتي؟ هو انتوا عايزين تنهوا ولا مش عايزين تنهوا؟ ما انا انا عايزك توضحي برضو. تمام يعني انا كده خلاص قوم اروح. خلصنا. هو عمال يقول لي في فاصل تاني، قال لي دخلت على ركبت على الاعلان. انا تعبت. المخرج بعد اذنك يا استاذه مريم استني ثانيه واحده. بعد اذنك خلينا نخلص كلنا ونمشي. ها طب يلا بص انا هاجي لك الثانيه دي اظبط لي الايربيز ونرجع بقى خلاص نخلص خالص. هاجي لك تظبط لي حاجه. هو ورق ايه اللي ده؟ اللي قرر انت مضي. معاك فلوس تدفع ادفع مش مشكلتي، مش هشيل الحلقه على حسابك. مش كل البت اللي انت في ورق ما فيش حاجه. يعني ايه عرفتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. دي كانت معايا في الشغل. تعال بقى تعال 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 تعال. بس مفيش ورق ولا في حاجه، ما قصدش على حاجه قصدي. ما قلتليش عليها اصلا قبل كده. ما قلتليش ليه عليها قبل كده. عادي يعني. يعني ايه قعدتوا مع بعض؟ انت بتقول لك مخلف. مخلف منين يعني؟ مخلف ايه بس؟ ما ايه؟ الموضوع كان قعد عادي مش حاجه يعني. اللي خالص المهزلة اللي بتحصل. انت بتقول لي انا؟ لا هقول لنفسك. مفيش حاجة والله. ايه؟ مش ماضي على حاجة. امال انت خايف كده ليه؟ معرفش مين. والله ما ماضي على حاجة اقسم بالله. مش عارف خليها هي تجيب بقى تشوف ورقة. الله رجعني من العطا دي. مستفزة قوي.
على فكره انا عايز اقول لك على حاجه والله، يعني انا مش بغلس عليها عشان حاجه، يعني انا لو شفتها من غيرك انا كنت هتعامل معاها عادي جدا. والله انا لو عارف بس والله العظيم انت بني ادم اناني. والله انا لو عارف انت موجوده في شعري من البنت دي بحياتك كلها. مالكش دعوه بالبنت، ما تدخلنيش في البنت. انت بتقول بحياتك بجد كلها، انت ما اصلا ما كنتش تستاهل تعرف انها موجوده، ولا تستاهل الناس كلها كانت تعرف انها موجوده. مالكش دعوه بالبنت، ما تدخلنيش في قصه البنت، مش قصتي. ولا حتى تستاهل دفرها. بس خد بالك انت ربنا هيسال، والله العظيم انا عايزاك كده، عايزاك يوم ما تقابل ربنا تضحك الضحكه دي انت والاستاذه اللي قاعده جنبك. اضحك الضحكه دي، كانت معرفة. انت خدت فلوس، انت خدت منهم فلوس عشان كنت عايز تامن لنا حياتنا، رحت اتجوزتها بيها ونزلت. بصي بقول لك ايه، والله العظيم انا هثبت لك ان الراجل ده بلاش كلام، بلاش والله اي كلام، والله العظيم. والله انت بتقولي اي كلام، اقسم بالله، اقسم بالله وحياتها. تمام، انا هقول لك على حاجات اثبت لك بيها ان هو ضحك عليك. انت شفتيني قبل كده؟ انت بابا. انا متاكده ان انت بابا، هو وريني صورك في البيت. بلا صور وبلا قرف، ولا عايزاك تقولي الكلمه دي على لسانك تاني. حاضر. بابا مش موجود.